إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 275 من سورة البقرة، فإلى التفسير. قد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة من الأقوات التي يعتمد عليها الناس، وأخذ الزكاة من بهيمة الأنعام، لأن غذاء الناس يومئذ يعتمد على الأنعام من الماشية، ويعتمد على تلكم الأقوات. وأخذ الزكاة من النقدين، لأن النقدين وسيلة لتبادل المنافع بين الناس، فنفوس الفقراء تتطلع إليهما كما تتطلع إلى هذه الأقوات من أجل قضاء مصالحهم بها. فمن أهل العلم وهم الأكثرون من نظر إلى هذا المعنى، فجعل الزكاة في ما أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أشبهه مما ينطبق عليه حكمه. ومنهم من جعل الزكاة في كل ما يصدق عليه أنه اسم مال، وهذا هو مذهب الحنفية، فقالوا كل ما يتمول تجب الزكاة فيه من غير تفرقة بين نوع وآخر، نظراً إلى أنه لم يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر الزكاة في أصناف مخصوصة، وفعله لا يدل على هذا الحصر. ومسألة الترجيح بين الرأيين لسنا بصدد الاشتغال بها الآن، وإنما لذلك موضع آخر، وإنما نريد أن نؤصل بما ذكرناه. وجوب الزكاة في الأوراق النخلية، فإنه على كلا الرأيين يجب أن يقال بوجوب الزكاة في الأوراق النخلية. أما على رأي الحنفية فلا إشكال في ذلك، لأنها متمولة، ومن الذي يقول بأنها ليست مالا الآن؟ وهي تقضى بها مصالح الناس، وهل يكون الآن البيع والشراء إلا بهذه الأوراق النقلية؟ وهل تكون المعاوضات بين الناس فيما يتعلق بذممهم من حقوق إلا بهذه الأوراق النقلية؟ فإن قضاء الحقوق من ضمانات وغيرها إنما يكون بها، فبها تودى القتلى وتدفع أروش الجرحى، وبها أيضاً تستحل الفروج، وبها تقضى جميع الضمانات. فمن كان عليه حق، سواء كان هذا الحق حقاً متعلقاً بمال أو متعلقاً باعتداء على النفس، فلا ريب أنه يؤدي هذا الحق من هذه الأوراق النقلية، ولا قائل بعدم سقوط الحق الواجب عندما يؤديه أحد من هذه الأوراق النقلية. فهذا مما يدل على أن هذه أموال متمولة، وهي من الأموال التي تتطلع إليها نفوس الفقراء، فهم يحتاجون إلى الأوراق النقدية أكثر من حاجتهم إلى النقدين، إذ الذهب والفضة في وقتنا هذا لا تقضى بهما مصالح الناس كما تقضى مصالح الناس بهذه الأوراق النقدية. فعندما يقال بإسقاط الزكاة فيها، ماذا عسى أن تكون العاقبة؟ وماذا عسى أن يكون هنالك إلا الحرمان، حرمان الفقراء والمساكين مع تكدس هذه الأموال عند طائفة من الناس، وصدق قول الله تبارك وتعالى
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم على ذلك. فإنه عندما يقال بعدم وجوب الزكاة في هذه الأوراق، وعندما يقال أيضا بأنه لا ربا في هذه الأوراق، لا يكون هنالك إلا الابتزاز الذي لا حدود له. فالأموال تكون دولة عند طائفة من الناس يستثمرونها في الربا ويمتصون بها ما تبقى من دماء الفقراء والمحتاجين، ويؤدي ذلك إلى أن تغص صدور أولئك الفقراء والمحتاجين بالأحقاد. وهذا أمر فيه من الخطورة ما ليس بعده هذا. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى عندما شرع الزكاة شرعها لتكون رحمة للناس، لتكون رحمة لأصحاب الأموال، ولتكون رحمة للفقراء. وكما ذكرت، لا يحصل الانسجام بين هؤلاء وهؤلاء إلا عندما تؤدى الزكاة على الوجه الشرعي، فإن نفوس الفقراء تبرأ من الحقد والسخائم، ونفوس الأغنياء أيضا تبرأ من الشح والأثرة وحب المال، ويكون الانسجام بين الجانبين، ويصدق عليهم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين عندما قال: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا. وقد اتكأ كثير من الناس على أن الزكاة لم تذكر في هذه الأوراق، ففرض الزكاة فيها فرض لأمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى، وأن الربا أيضا لم ينص عليه في هذه الأوراق، فذلك أيضا فرض حكم لم يأتي به كتاب ولا سنة. هكذا رددوا. وهؤلاء قبل كل شيء لم ينظروا إلى مقاصد الشرع. والذي أعتمده وأقوله بأن من لم يدرس مقاصد الشرع دراسة مستفيضة لا تحل له الفتوى، لأنه يعمى عن الكثير الكثير من الحقائق، ويقع في الكثير الكثير من الأخطاء. فدراسة مقاصد الشرع أمر مهم جدا. لماذا حرم الله تبارك وتعالى الربا؟ ولماذا فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة؟ ألم يفرض الزكاة من أجل التراحم بين الناس بجانب قضاء حاجات الفقراء والمساكين وحياة البشر؟ من المعلوم أنها حياة اجتماعية، والإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، وهو أحوج ما يكون إلى جميع طبقات بني جنسه. وهذه الحالة تولد في الإنسان منذ ولادته، توجد فيه منذ أول وجوده في هذا المحيط الدنيوي. ولذلك كان المولود من الجنس البشري أحوج من سائر المواليد إلى الرعاية، وأحوج من سائر المواليد إلى تربية الأم له. فالإنسان لا يستغني عن أمه ورعايتها له، ولا يستغني عن بني جنسه، بل يستمر على ذلك طول حياته. الطفل البشري يبقى وقتا هو بحاجة إلى رعاية الأم، بينما المولود من الحيوانات يمكن أن يستقل عن الأم بعد فترة قصيرة من الوقت. بينما الإنسان عندما يولد لا يمكن أن يستقل عن الأم أو عن من يقوم مقامها في حال عدمها حتى يرعاه، وهذا لأجل أن يتربى على الوضع الاجتماعي بأن يكون مشدودا إلى الآخرين. أما عندما يكون هذا الإنسان يعمل لمصلحة نفسه ولا يبالي بمصالح الآخرين، فإن ذلك يعد تنكرا لهذه الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. وهذا
ما يعكس ظلاله السيئة على جميع المجتمع البشري، ويؤدي ذلك إلى دمار هذا المجتمع والعياذ بالله. وقد اتكأ كثير من الناس عندنا على فتوى أفتاها قطب الأئمة رضي الله تعالى عنه، فقالوا بأن هذه الأوراق النقدية لا ربا فيها ولا زكاة فيها، بناء على ما توهموه من رأي القطب. وما كان لقطب الأئمة أن يفتي بذلك، فهو أنزه وأبعد من ذلك، وإنما ذلك من سوء الفهم ومن ضلال الرأي. وأحد أولئك، وقد كابدت الحديث مع أمثال هؤلاء الناس مدة طويلة، أحد أولئك كنت معه منذ نحو ربع قرن من الزمن في مكان، وهناك نسخة من فتاوى القطب كتبها ذلك الرجل بخط يده، نسخة خطها بيده، نقل أتيت بها إليه وأريته كلام القطب، وقلت من أين لكم أن تنسبوا إلى قطب الأئمة ما نسبتموه إليه؟ قد كان ذلك سببا لتراجعه عما كان يشيعه من رأي القطب ويسطره بقلمه ويكتبه بلسانه، وما كان ذلك من رأي القطب. وإنما قطب الأئمة رحمه الله نص على أن هذه الأوراق تجب فيها الزكاة كصوال للنحاس، هكذا قال. وقال أيضا بأن عندما تباع بمثلها لا بد من أن يكون هنالك ربا، وإنما أباح أن تباع هذه الأوراق النقدية بفضة أو بذهب أكثر من قيمتها. عندما تكون هذه الأوراق النقدية مقومة بدنانير معينة، فإنه أباح أن تباع بأكثر من تلك الدنانير، ولو كان ذلك نسيئة. وقد اعترضه في هذا الإمام السالمي رحمه الله، نظراً إلى أن الثمنية تجمع الذهب والفضة وهذه الأوراق، فهي جنس واحد لاشتراكها في الثمنية، كما لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة نسيئة، فكذلك لا يجوز أن تباع هذه الأوراق بذهب أو فضة نسيئة. هذا هو الذي حرره الإمام السالمي، ورأيه رحمه الله من القوة بمكان. وأول كثير منهم على أنها غير مستقرة، فهي متذبذبة، وقد تطرأ على الدول التي تصدرها الطوارئ، تكون سبباً لكوارث تحل بالمتمولين بهذه الأموال، وهذا ليس بشيء، فإن ذلك لو كان له أثر في الحكم على هذه الأوراق النقدية فلا ريب أن الحكم يكون عدم جواز تداولها في المعاملات. أما والناس برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، عالمهم وجاهلهم يتداولونها، كيف يقال بأن الزكاة تسقط عنها وأن الربا لا يكون له حكم فيها؟ هذا. وقد بحث النظار الذين لهم نظر ثاقب في مقاصد الشريعة في حكمة الربا من المتقدمين والمتأخرين، وما ذكروه جميعا يقتضي أن تكون هذه الأوراق لها حكم الربا. من ذلك ما ذكره الإمام الغزالي في باب الشكر من كتابه أحياء علوم الدين، فإنه ذكر النقدين الذهب والفضة، وحكمة الله تبارك وتعالى من وجودهما بيد الناس، فذكر أن الله سبحانه وتعالى أوجد الذهب والفضة
من أجل أن يقضي الناس بهما مصالحهم. فالأموال الأخرى كيفما كانت لا يمكن أن تقضى بها مصالح الناس، لأن معايير الأثمان هي النقدان الذهب والفضة، فقيم الأشياء تعرف بالنقدين بالذهب والفضة. فقد يكون عند أحد من الناس جمل وهو يريد أن يشتري به زعفرانا، ولكن صاحب الزعفران لا يريد ذلك الجمل. ولو اتفقا على التبايع، ما هو معيار الثمنية؟ هل المعيار أن يوزن الجمل بالزعفران؟ وما هي الحكمة في ذلك؟ فإن للجمل ثمنا آخرا غير ثمن الزعفران، فلا يمكن أن يكون المعيار هو الوزن هنا. وقد يكون أيضا أحد من الناس بيده طعام وهو يريد ثيابا، أو بيده ثياب وهو يريد طعاما. قد يتفق صاحب الطعام وصاحب الثياب بحيث يكون كل واحد منهما يريد ما عند الآخر، لكن ما هو معيار الثمنية هنا؟ هل هو الوزن؟ لا. ثم قد يكون صاحب الطعام مستغنيا عن الثياب، وقد يكون صاحب الثياب مستغنيا عن الطعام. قد يريد الإنسان أن يشتري دارا وهو لا يملك إلا الطعام مثلا، فكيف تكون المعاوضة بين الدار والطعام؟ وهكذا المعاوضة تتعسر عندما تكون بغير النقدين. إنما جعل الله تبارك وتعالى النقدين معيارا لقيم الأشياء، وكان وسيلة لتملكها، وبإمكان كل واحد أن يتملك ما يشاءه عندما يتيسر له هذان النقدان. فمن ملكهما كأنما ملك كل شيء، ومن ملك غيرهما لا يكون كمن ملكهما، لا يتيسر له كل شيء، إنما يتيسر كل شيء لمن ملك هذين النقدين. وقال بأن هذا هو السبب في تحريم الله تبارك وتعالى كنزهما، وتوعده على هذا الكنز بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لأن من كنز هذين النقدين فقد عطل مصالح الناس، ويكون أيضا بمثابة من سجن حاكم المسلمين، لأن النقدين هما الحاكمان للأشياء بحيث تقدر أثمانها بهما، وهما الوسيلة. فكذلك يكون من كنزهما بمثابة من أسر بريد المسلمين ورسولهم. ولأجل هذه الحكمة منع الله تبارك وتعالى التأني بالنقدين، لأن في ذلك امتهان لهما. ففعل ذلك مثله كمثل أن ينزل الإنسان الحاكم ويسخره للأعمال الممتهنة التي لا يقوم بها إلا الخسيسون من الناس. فقد جعل الله سبحانه وتعالى في الخزف وفي الحديد والنحاس والرصاص ما يغني من حيث ما جعل الله سبحانه وتعالى في طبعها من حفظ المائعات عن تسخير النقدين لذلك. وكذلك اتخاذ النقدين سلعة يتاجر فيها بالربا، فإن ذلك أشد من كل ذلك. وهذا يقتضي بطبيعة الحال عندما يفكر المرء فيه ببصيرة أن يحرم الربا في هذه الأوراق النقدية، لأن هذه الأوراق النقدية حلت محل النقدين، ففي جعلهما تجارة يبيعها الإنسان ويشتري بفوائد امتهان لهذه الأوراق
ليس بعده امتهان وتعطيل لهذه الأوراق عن الحكمة التي أوجدت من أجلها. والإمام محمد عبده تعرض لمثل هذه الحكم، وقد أشار إلى الحكمة الذي ذكرها الإمام الغزالي، وذكر بأن هذا مما يؤدي إلى عدم الرحمة وعدم الشفقة بالناس عندما يباح الربا، فلذلك حرمه الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا من حكمة الربا أنه سبحانه وتعالى جعل المعاوضة في مقابل العمل، فالذي يبيع ويشتري إنما يقوم بعمل، أما من يقرض بربا لا يقوم بأي عمل، وإنما عمله ابتزاز ثروات الناس. والذي يشتري إنما يشتري البضاعة لأجل حاجته إليها، فهو يشتري القمح مثلا من أجل أكله له، أو من أجل بذره، أو من أجل بيعه، إنما يشتريه من أجل حاجة، من أجل أن يقضي به حاجته، أو من أجل أن يقضي به حاجة الآخرين. فلذلك أحل الله البيع وحرم الربا. أما عند ما يكون الإنسان يتجر في هذه الأوراق بالطريقة الربوية، فإن في ذلك أخذاً للعوض من غير أن يقدم عملاً يستحق به ذلك العوض. وهذا كما ينطبق على النقدين، ينطبق على الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية هي ولا ريب كمثل النقدين من هذه الناحية، فلا ريب في أن الحرمة، حرمة تداولهما بالطرق الربوية، أمر لا يماري فيه من آتاه الله تبارك وتعالى شيئا من النظر. وقد ذكر سابقا أن علماءنا وسعوا إطار الربا كثيرا، لأنهم أدركوا حكمة الشرع، فلذلك وصل بهم الأمر إلى تحريم بيع الشيء بما يشبهه نسيئة، وهذا مما نص عليه العلماء في مؤلفاتهم. فالإمام السالمي رحمه الله يقول: ولا يباع الأرز بالحبوب نسيئة، والتمر بالزبيب، والسمن بالأوداك، والورس بما شابهه كالزعفران فعلى ما. وهذه أشياء لم ينص عليها في الحديث الشريف. وكذلك وهم رحمه الله العلامة الصائغي الذي هو أصله في نظم الجوهر، عندما أباح بيع البعير بالشياه ونسب ذلك إلى ابن النضر، ثم وجد الإمام السالمي ذلك عن ابن النضر ورفع التوهيم عن أصله في نفس نظمه، إذ قال: ووهم الأصل هنا فجوز بيع بعير بشياه جوز نسيئة، وذاك وهم قد سرى له من ابن النضر حيث ذكرا، ولم يكن جوزه ابن النضر إلا يدا، ولم يجز في الصبر، والصائغي ظنه في النسيئة، فمن هناك قد أتته التخطئة. وبعد أن نظمت ما نظمته فما حكاه الصائغي وجدته بعينه في بعض أسفار الأول، فالعذر من توهيمه حالا حصل. مع أنه من المعلوم أن هذه الأشياء ليست هي من الأصناف الستة التي يظن الكثير من الناس بأن الربا منحصر فيها. هذا. وقد سبق أن ذكر في الدرس الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، عندما ذكرت خطورة الربا، بأن أولئك الذين نشأوا في المحيط المنغمس في حمأة الربا، منهم من أدرك بفطرته خطورة هذا الأمر، ومن بين هؤلاء الدكتور شخت الألماني الذي كان مديراً لبنك رايخ الألماني في وقته،
وقد ألقى محاضرة قبل ما يقرب من نصف قرن من الآن في دمشق، ذكر فيها خطورة الربا وأنه خطر عظيم ينذر العالم بعاقبة وخيمة. وقبل هذا الوقت تحدث المتحدثون من العقلاء عن خطورة الربا في العالم، ولا ريب أن المعاملات الربوية التي يشير إليها الشخت وغيره من الخبراء الاقتصاديين إنما هي هذه المعاملات بهذه الأوراق النقدية، فيها تنذر العالم بخطر مدمر بسبب كونها بالطرق الربوية. فما لنا وللقول بإباحة الربا؟ وقد سبق كما قلت من نحو قرن من الزمن أو أكثر من قرن من الزمن أن نبه العقلاء الغرب على خطورة النظام الرأسمالي المدمر وخطورة عدم المبالاة بحقوق المحرومين. ومن بين هؤلاء الفيلسوف الروسي تولستوي الذي ألف كتابا بعنوان ما العمل، منذرا فيه بخطر مدمر. وعندما رأى أنه يصرخ في واد وينفخ في رماد وأنه لا مجيب له من الناس بسبب تعامم الناس بسبب تصامم الناس عن هذه النذر، انطوى على نفسه واعتزل الناس. وما حذر منه من العاقبة الوخيمة أمر وقع، فقد حصل ذلك الانفجار المدمر، الانفجار الثوري الذي أتى على الطارف والتليد كما ذكرنا، وروسيا نفسها حل بها ذلك الدمار من جراء ذلك النظام. والآن أدرك أصحاب ذلك النظام خطورة نظامهم وأصبحوا يركعون أمام النظام الرأسمالي الذي فروا منه أولا من أجل استجداء الحل. والكل الآن في عمى وهم يعالجون فسادا بفساد، فماذا عسى أن تكون العاقبة؟ إن الذي يعالج فسادا بفساد إنما يأتي بفساد مركب، والفساد المركب أخطر وأشد دمارا والعياذ بالله تعالى. ولأجل ذلك مسؤولية المسلمين مسؤولية كبيرة، فهم عليهم أن يعرضوا على الإنسانية الحل الإسلامي، هذا الحل الذي فيه الرحمة وفيه الخير للإنسانية. وما هم بقادرين على ذلك إلا بعد أن يطبقوا الإسلام بحذافيره في حياة أنفسهم، بحيث يأخذون به في المناهج الاقتصادية وغيرها، ولا يكونون عالة على غيرهم في شيء. إن مسؤولية هذه الأمة أمام هذا الخطر المدمر الذي ينذر العالم مسؤولية عظيمة. فلئن لم يسد الإسلام بجلاله وجماله ولطفه وإحسانه وكماله واعتداله، فلا بد من أن تكون ردة فعل تكون أسوأ من تلكم الردة الفعلية التي حصلت وأتت على الطارف والتليد بتلكم الثورات الحمراء الجهنمية المدمرة. فليس أمام العالم اليوم إلا هذا الحل الإسلامي، وقد نادى به الكثير من الذين رجعوا إلى الفطرة فأبصروا الحقيقة من كبراء هذا العالم بذلك. ولذلك ندعو المسلمين إلى الاستمساك بهذا الدين وإلى عدم التفريط في شيء من تعاليمه. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لذلك، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يقطع دابر القوم الكافرين، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مستمعي الأكارم، لهذه الآية المباركة، الآية 275 من سورة البقرة، بقية في تفسيرها سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.